ما هي أبرز الرسائل التي ترسل من هذه الصلاة؟ هذه الصلاة حقيقة هي سهم وهي انذار للمرجفين والذين الذين زوروا الانتخابات، ونقول لهم انظروا هذا الشعب العراقي وهذا الجمهور الصدري من مجرد كلمة واحدة من السيد محمد صادق الصدر، وإذا به شارع الفلاح من البداية إلى النهاية كله مؤمنون وكل الجوانب، وأنتم رأيتم بأم عيونكم بأنه الناس في الطرقات يتوسلون بالعجلات لكي يستضيفونها، وجاءت الجموع صراحة سوف يدخلون في دين الله أفواجا. فهذا الشيء أنا أعتبره شيء إلهي، وكلام السيد، لأنه السيد القائد مقتدى الصدر أصلح ما بينه وبين الله، فأصلح الله عز وجل بينه وبين الناس، لأنه رايته راية الحق وراية الحسين. نعم. يستفهم خلف الشاشات الآن محمد، فقط رد أسأل ويريد أن يعرف ماذا بعد الصلاة. تمام، بعد الصلاة إن شاء الله صلاة شكر ركعتان حسب التوجيهات والشعارات مركزية لا يجوز، ونحن كما رأيت سلميين، وبس فقط القوات الأمنية على المحيط بين المصلين، ونحن كل من شايل مسبحة وسجادة وكفن ومنشفة وكمامة. وصراحة يعني ماذا تريد؟ نعم شيخنا العزيز، انا فقط اريد اسال السؤال، كيف تم احتواء هذه الاعداد الكبيره؟ يعني هذا يعني ليس فقط في شارع الفلاح ستقام الصلاه، في الشوارع المحيطه ايضا لشارع الفلاح، هل تم توجيه مكبرات صوت لسماع الخطبه مثلا؟ قد تصل جموع المصلين الى مناطق خارج مدينه الصدر، ربما تصل الى قريبه للشعب، حيقور، الى على قناه الجيش، قريبه على ساحة بيروت، يعني تلك المناطق، هل هذه أيضا انتشر فيها المصلون؟ إذا أخذنا بالنظر الاعتبار هي مقدرة أنها تكون مليونية. نعم نعم سمعت الشيخ، سؤال موجه لك من الاستوديو، والاستفهام حول الأعداد الكبيرة انتشرت في شوارع عديدة، كيف تم استيعابها في الشوارع في مدينة الصدر؟ لربما نعم لربما حتى لا يستطيعون مشاهدة المنصة التي استقرع إلى الخطبة، كيف تم استيعاب هذا المشهد؟ هل هنالك مكبرات صوت نشرت في هذه الأزقة لتسمع الخطبة؟ بين عمود وعمود مكبرات صوت، بالإضافة إلى شاشات كبيرة، يعني جت حاملاتها شاحنات كبيرة، فتوجد في كل يعني مسافة توجد شاشة كبيرة ينظرون من خلالها إذا كان الإمام الجمعة السيد مقتدى الصدر أو من ينوب عنه. ففي الحقيقة الآن الجموع الذين يقولون 5 ملايين أو 6 أو أقل، فإن شاء الله نحن برنامجنا كلاتي من بعد الصلاة صلاة شكر ركعتان، وبعدها سوف ينزل إن شاء الله حسب ما يقولون برنامج عبادي.